احتفلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، والذي يتزامن مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. تعبيرا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات الكبيرة المتحققة خلال عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة عيد الجلوس الملكي واليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية احتفالا بهذه المناسبة العزيزة، حضره عدد كبير من موظفي المؤسسة. وخلال الحفل جرى استعراض أبرز إنجازات المؤسسة التي تحققت خلال ربع قرن من مسيرة صاحب الجلالة الهاشمية، والتي ما كانت لتتحقق لولا الاهتمام الملكي الذي يولي ملف الحماية الاجتماعية جل اهتمامه من خلال إيجاد وتوفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصاديا. بعد مسيرة ربع قرن 25 عاما في ظل الراية الهاشمية التي يحملها أسد هاشمي يعضده شبل هاشمي، حققت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العديد من الإنجازات، ومنها على سبيل المثال 1,555,000 مشترك فعال في الضمان الاجتماعي، مقارنة مع 350,000 مشترك في عام 1999. 113,000 منشأة وشركة مشمولة في الضمان الاجتماعي، مقارنة مع 12,000 منشأة في عام 1999. وتخلل الحفل العديد من الفقرات الاحتفالية الوطنية والقصائد الشعرية التي تغنت بالوطن والقائد، وتغنت بإنجازات تحققت في مختلف المجالات في ظل القيادة الهاشمية على مدار 25 عاما. حمد اللوانس، التلفزيون الأردني، عمان.